السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة. الوصفة بتاعتنا النهاردة بتشتغل على الدهون العنيدة. يعني ايه بتشتغل على الدهون العنيدة؟ يعني منطقة الجوانب، الارداف، منطقة الكرش. الناس اللي عندها منطقة الكرش وتقول ان جسم كويس، ان شاء الله يا جماعة الوصفة اللي احنا هنعملها دي هتنهي معانا كل المشاكل دي. تمام؟ يعني كل الدهون العنيدة اللي انت جربتي معاها وصفات كتير وما نزلتش معاكي، جربي معايا الوصفة دي وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة ممتازة وعن تجربة. حتى لا قدر الله لو انت مثلا جسمك ما بيحرقش، او النوع اللي هو بيبقى الحرق بتاعه بيبقى ضعيف، او ممكن لو في غدة ولا حاجة، يمكن اكتر الناس بتشتكي من الموضوع ده والجسم عندنا ما بيحرقش، ان شاء الله يا جماعة هنعمل كوباية بتاعتنا، كوباية سحرية. الكوباية ديت هتنزل كل الدهون اللي عندك وتخلي جسمك كده شغال اكنه ماكينة حرق طبيعي. تمام؟ نسمي الله ونحط لايك للفيديو. عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. واللي يشير يا ريت يكتب لي تم عشان اعرف حبايبي ومتابعيني اللي شيروا الفيديو. مبدئيا كده يا جماعه عايزاكم تعملوا الوصفه معايا بالظبط علشان تجيب معاكي نتيجه كويسه ونتيجه مضمونه. محدش يشوف ان الوصفه مكونه من ايه وايه ويجي يقول ان الوصفه ما عملتش فايده. لا، الوصفه ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا لانها وصفه كويسه ومجربه وفي ناس كتير جربوها. تمام؟ فان شاء الله يا جماعه الوصفه بتاعتنا هتبقى سهله زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف الوصفه بتاعتنا مكونه من ايه. مبدئيا كده يا جماعه اول حاجه في الوصفه بتاعتنا النهارده معايا ليمونتين زي ما انتم شايفين. الليمونتين دولت هكون غسلهم كويس جدا ومنشفهم. ليه؟ لان انا هقول لكم دلوقتي على طريقه كويسه جدا هنعمل بهم ايه. يلا تعالوا كده نشوف. اول حاجه هنعمل قبل الليمونتين زي ما انتم شايفين كده، هقطعهم مصاص كده اهو. ده الليمون التاني. تمام كده. هنعمل ايه؟ هنجيب مصفى زي دهيت وهنبدا نعصر الليمون فيه. هنعصر الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هنصفي كل الميه اللي فيه عشان ايه؟ انا محتاجه الجلد، يعني مش هنرمي الجلد يا جماعه، الجلد ده انا محتاجاه علشان كده انا بقول لكم هنغسل الليمون كويس. تمام. يعني انا هحتاج في الوصفه بتاعتي هحتاج جلد الليمون وهحتاج الميه بتاعت الليمون كمان. خلاص انا صفيت كده الميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. البذر طلع اهوت ومعايا دلوقتي الميه بتاعتي الليمون. تمام كده زي ما انتم شايفين الميه بتاع الليمون اهي، هنحطها على جنب دلوقتي كده. بعد ما عصرنا الميه بتاعت الليمون هنعمل ايه في القشر بقى؟ معايا القشر بتاعنا اهوت، هنقطعه كده اهوت زي ما انتم شايفين قطع صغير. خدوا بالكم معايا يا جماعه عشان الوصفه دي مهمه جدا. تابعوا معايا الوصفة للآخر عشان تجيب معاكم نتيجة كويسة. بقينا كده دلوقتي قطعت الليمون معايا بس نص كمان اهوت. ده كده يا جماعة الجلد اللي انا محتاجاه. ودلوقتي يا جماعة بعد ما قطعنا بالشكل ده كده، ده الليمون المقطع اهوت، هنجيب اي حاجة طبعا عندي، اي وعاء طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده هنغلي فيه. تمام. بعد كده هننزل عليهم بكوبايتين ميه زي ما انتم شايفين. دي كوبايه كبيره يا جماعه، بتاخد كوبايتين من الميه. تمام اهو ده كده كوبايتين الميه. طيب المكون اللي بعد كده بقى، ده طبعا معايا ورقتين، ورق لورا او ورق الغار زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده، هنحطهم معاهم. طبعا ورق الغار يا جماعه له فوائد كويسه جدا اهوت. ده ايه يعني؟ هو له فوائد رهيبه. بعد كده هنحط ايه؟ عودين من القرفة زي ما انتم شايفين برضو معايا كده اهوت. قطعهم بس كده حتت اهو. عادي كده هنقلبهم بقى كويس. هنعمل ايه؟ هناخدهم كده على النار، على النار هادية كده، وهنسيبهم حوالي 10 دقايق بس. اهم حاجة معايا ان احنا نغطي المكون بتاعنا او المشروب بتاعنا. تمام؟ حتى وهو بيغلي هنغطيه لغاية برضو ما يبرد وهو لسه متغطي. هنلاقي كده حاجه زي عرق او بخار هننزله في قلب الوصفه بتاعتنا، لان ده كل الفايده اللي احنا ان شاء الله عايزينها.
اما الليمون هنعمله بس هقول لكم هيتعمل امتى، هنغلوه على النار ونرجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه جاهزه معايا اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا سبتها على النار حوالي 10 دقايق على نار هاديه، المفروض بنغطي عليها البخار اللي انتم شايفينه طالع دوت، المفروض ان انا بغطي عليه لغايه ما يتكون كده ايه زي بخار كده، ونرجع نحطه في الوصفه بتاعتنا تاني. بس انا دلوقتي كشف عليها علشان اكمل معاكم الوصفه، تمام؟ فاحنا يا جماعه هنعمل ايه، هنغطي عليها لغايه ما تبرد معايا خالص، بعد كده هنكشف. دلوقتي انا هصفي عليها بقى. دلوقتي معايا الكوبايه الكبيره اهيت، وزي ما قلت لكم يا جماعه الكوبايه دي بتاخد كوبايتين اتنين من الكوبايات العاديه اللي انتم شايفينها ديت، هصفي برده فيها معاكم يعني اهو. فاحنا هنصفي كوبايتين الميه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده خلاص الوصفه بتاعتي انا نزلتها كلها في قلب الكوبايه دي، كل الفوائد اللي فيها خلاص نزلت في قلب الميه المغليه اللي انتم شايفينها دي. دلوقتي خلاص انا فرغت الكوبايتين في قلب الكوبايه الكبيره اللي انتم شايفينها دي. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسيبها لغايه ما تهدى خالص، لان طبعا زي ما انتم شايفين البخار طلع، البخار طالع كلته في قلب الكوبايه زي ما انتم شايفين اهو طالع من قلب الكوبايه. هنعمل ايه؟ المفروض بنغطي عليه، يعني المفروض معايا اي حاجه كده اهوت. فدلوقتي طبعا انتوا عارفين ان الكوبايه لسه سخنه فالبخار كله طالع، هنعمل ايه؟ معايا فقش ازاز زي ما انتم شايفين كده، وهغطي عليه. هغطي عليها لمده قد ايه؟ لمده نص ساعه كده، لغايه ما تدفى معايا خالص. وان شاء الله بعد ما تدفى هنعمل ايه؟ الليمون طبعا اللي احنا عصرناه ده اهوت، ده طبعا الليمون. طبعا انا هشيل بس مؤقتا، بس انتوا بقى طبعا لما تيجوا تعملوا الوصفه هتسيبوها لغايه ما تبرد خالص. بعد كده هننزل كل الليمون اللي احنا عصرناه، هننزله امتى؟ بعد الكوبايه بتاعتي ما تهدي. خدوا بالكم يا جماعه من النقطه دي كويس، ما ينفعش ان انا احطه وهو لسه نازل من على النار. عند ما المكون اللي احنا عملناه او المشروب اللي احنا عملناه يدفى خالص ويهدى معايا، هقوم حاطه الليمون زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده عصير الليمون تاني اتنين اهو بالشكل ده كده، تمام؟ هندوبه بقى، لان طبعا ما ينفعش ان انا اغلي الليمون اهو. بقى بالشكل ده كده. هنعمل ايه بقى الخطوه اللي بعد كده؟ طبعا هقسم الكوبايه اللي انتم شايفينها ديت على كوبايتين، لان ما ينفعش ان انا اخدها كلها لانها كبيره قوي. هنقسمها على كوبايه صغيره كده من بتاعه الشاي، الكوبايه العاديه يعني بتاعتي اهي، ودي اول كوبايه هتبقى معايا بالشكل ده كده. خلاص يبقى انا كده قسمت الكوبايه بتاعته كوبايتين. هنغطي على الكميه اللي باقيه دهيت اهي، هنغطي عليها على الكوبايه دي لغايه ما تهدى معايا خالص. حابه انا بقى اخدها دلوقتي كده، ماشي مفيش مشكله هناخدها. فدلوقتي يا جماعه ان شاء الله انا قسمت الكوبايتين، والكوبايه اللي باقيه اللي انتم شايفينها معايا ديت، ده ساعه ما تهدى هحطها في التلاجه، تمام؟ علشان هقول لكم برده هناخدها امتى. فدلوقتي برده الكوبايه ديت لما تهدى هشربها. هنشربها امتى؟ هنشربها مرتين اتنين في اليوم، مره لو انت قدرت ان انت تشربيها، لو انت مثلا مش بيحصل لك حساسيه من الليمون ولا حاجه ممكن تشربها على الريق. اما الناس اللي هي بتتحسس من الليمون ممكن بعد الفطار بنص ساعه كده هتقوم شاربه له الكوبايه، تمام؟ بس الافضل والاحسن الناس اللي هي تشربها على الريق، هتجيب معاها نتيجه كويسه. الكوبايه الثانيه برده ان شاء الله قبل وجبه العشاء كده بنص ساعه هنقوم شاربين كوبايه زي ديت، ده هتكون كويسه جدا. ده بالنسبه يا جماعه الناس اللي هي عايزه تحس بسرعه، تمام؟ طيب الكوبايه الثانيه هنشربها بارده ولا ساقعه؟ لا ان شاء الله هنشربها يا جماعه دافيه، هنخرجها من الثلاجه. طبعا هتكون ساقعه كده، ساعه ما تخرج من الثلاجه هندفيها احنا كده يعني على نار هاديه برده كده، هتبقى زي دمع العين كده يعني، تبقى هاديه على قد ما تقدر تشربها يعني، هتشربي تمام. حابه ان انت تقلبها مثلا نص معلقه عسل طبيعي مفيش مشكله، عسل ابيض يا جماعه ده هيبقى حلو. خلاف كده لا ما ينفعش، حد يقول لي احط سكر ولا اي حاجه، هو العسل كويس جدا، تمام؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.